السلام عليكم اعزائي التلاميذ والتلميذات، كنتمنى تكونوا بصحه جيده. معكم الاستاذ محمد ياسين الساري. اذا اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نعملوا التصحيح ديال التمرين صعود من الطرز ديال الاتصال اي لا كونتينيتي. مزيان، اذا هذا التمرين هذا التصعود متعلق بالتمرين 7 والتمرين 8 بطريقه مباشره، يعني نفس الفكره غير التمارين بدلين وصار. اذا فهاد السؤال قال لك نعتبر الدلائل المعرفه على اف كما يلي: كونسيدير لا فونكسيون اف ديفينيسيون اف بار طوني اف دو اكس كتساوي سينوس بي اكس على اكس ناقص واحد، اكس كتخالف واحد، اف دو واحد كتساوي ام او لا كتساوي ا او لا كتساوي بي على حسب. المهم انا اختارتكم في هاد المره ام، ثم ديما كتجبروا في التمارين ا و بي. هنا في التمرين 7 خدمنا ب ا، تمرين 8 خدمنا ب بي، ودابا نخدموا بالحرف ام باش حتى ثم تطيروا الدهشه من الحروف. مزيان، اذا ام هو عباره عن واحد العدد صافي. قال لك اسيدي حدد القيمه ديال ا، عفوا قلت لكم القيمه ديال ام، حدد القيمه ديال ام علما ان الداله اف متصله في واحد، يعني دي تيرميني لا فالور دو ام بور كو لا فونكسيون اف سوا كونتيني اون ا. دابا هاد الفيديو هذا بلا ما تضيع وقتك بلا ما تحمق راس دايرك معاه، مشي نيشان تفرج ليه في التمرين 7. نيشان هو الاولاني، تفرج التمرين 7 التمرين 8 على اجين تسعود، ولا قدرتي تعاود الفيديوهات من الاول هي احسن باش تعرف الدرس من الاول. اذا ما انا ما عطوخنيش السينوس والكوسينوس والطونجونط وداك التخربيق، شنو كنقول لك؟ هاد السؤال هذا باش كنبداو دائما ملي يقول لك حدد القيمه، مشي ترجم لي هاد الهضره، الداله اف متصله شنو المعنى ديال يعني اف اي كونتيني شنو المعنى ديال، يعني راه كتبوا هاد المره بستيلو كحال. اذا غادي نقولوا لدينا مالا اف متصله في واحد، يعني ان واش هاد الداله عندنا فيها اليمين واليسار؟ واش عندنا؟ ما عندناش. اذا هنايا ما نستخدموش ديك التعريف ديال اليمين واليسار، يعني ان ليميت اكس كتكون واحد اف اكس اش كتساوي اف واحد حسب التعريف. اف متصله يعني ان ليميت كتساوي الصوره. اذا غادي نقولوا ان اف اي كونتيني continue en A يعني في النقطة A c'est-à-dire H يعني أن الليميت كتساوي الصورة شي اللي شنو حتى كان عندنا اليمين واليسار كنا غادي نقول يعني أن إف متصلة على اليمين ومتصلة على اليسار. دابا إف دو واحد شحال كتساوي؟ هاي إف دو واحد شحال كتساوي؟ كتساوي لك إم، إذن هذا كيساوي إم. دابا هادي حنا كنعرفوه، شنو يبقى لنا؟ بقى لنا الليميت، واش كنعرفوها؟ ما كنعرفوهاش شحال كتساوي. إذا شنو أول خطوة نمشيو نعملو؟ غنمشيو نحسبو الليميت ديالنا شحال كتساوي صافي، وديك الساعة نشوفو واش غنحلو المعادلة ولا شنو غادي نعمل. لأن أول خطوة هنايا شنو غادي نمشي نعمل؟ غادي نمشي نحسب اش ليميت ديال إكس كتكون واحد إف دو إكس، هادي أول خطوة. إذا الليميت شحال كتساوي؟ غادي نجي وغادي نبدل التعبير إف دو إكس. باش غادي نبدل التعبير إف دو إكس؟ غادي نبدلو بالقيمة ديالو اللي هي سينوس ديال بي اكس على اكس ناقص واحد. اذا سينوس ديال اش ديال بي اكس على اكس ناقص واحد، حتى ما كاينش شي حاجة جديدة، هادشي هذا كامل شفناه. دابا انسى ليا هادشي هذا وشوف معايا كيفاش حنا غادي نحسبو هاد النهاية هادي، كيفاش غادي نحسبوه. نعطيك انا واحد الخطأ كارثي هنا، كارثي كارثي بمعنى الكلمة، وكل شيء كيعدلو أغلب التلاميذ كيعدلو. شنو كيقولك؟ كيقولك أن ليميت إكس كتكون واحد سينوس ديال بي إكس على إكس هادي كتساوي بي. بزاف ديال التلاميذ كيعدلونا الغلط هادا، ها غتقولو منين جبتها؟ يقولك هاهي ليميت إكس كتكون زيرو سينوس د أ إكس على إكس كتساوي أ. يقول لك ا ديالي في هذه اللحظه هذه هي بي، يقول لك ا في هذه اللحظه هي بي، اذا هذه كتساوي ا و ا هي بي، اذا هذه ليميت كتساوي بي. مزيان، شنو الحاجه اللي ما ردلاش البال هنايا؟ عقل معايا مزيان، شنو الحاجه اللي ما ردلاش البال؟ الا لاحظتي معايا شوف 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 هذا تسلل. الناس اللي كتصور في الكره هذا راه كيتسمى اورشو، كيتسمى تسلل. شوف شنو تنحسب لك ماركيتي بجول، ولكن كيقول لك الحاكم هذاك الشرف راه اورجو. علاش؟ حيت اكس ديالك هاد القاعده هادي اكس ديالها في كتقول كتقول اش للزيرو، ولكن انت اكس ديالك في كتقول كتقول للواحد. اذا واش هاد القاعده هادي
اللي قريناها قبل يمكن تطبق ما يمكن لكش تطبقها. إذن هذه القاعدة الشريف اللي طبقتها النعم الحاج هذه خطأ، خطأ زيرو على زيرو، زيرو لا يجري خطأ. علاش خطأ؟ حيتاش انت كتطبق واحد القاعدة اللي اصلا ماشي صحيحة. هنا عندنا اكس ديالنا كتكون زيرو ياك، وانت كتقول اكس ديالك كتكون واحد وكتطبقها اللي ما كايناش. هذيك فوق الصحيحه، هذه فوق الصحيحه، ملي كيكون اكس ديال كيكون الزيرو. اذا عمي الحاج هذه خطا. اذا انا المره اللي ما جا خصني نحضي راسي هاد القاعده الشوفه كنطبقوها. فوقاش كتطبق؟ حضي راسك معايا مزيان. فوقاش هذه كتطبق؟ كتطبق ملي كيكون اكس ديال كيكون الزيرو. الا كان اكس ديال كيكون 5 6 7 ولا اي عدد، هاد القاعده هذه ما كتبقاش صحيحه. اذا بما ان اكس ديال كتكون واحد يعني كتقولش الزيرو، اذا هذيك القاعده اللي شنا غلط مزيان. واذا دابا كيفاش نفكوا هذا المشكل؟ هذا حنا عندنا اكس ديالنا كتكون الزيرو وهذا عطينا اكس كتكون واحد. واش حنا كنعرفوا شي ليميت ديال السينوس من غير الزيرو؟ يعني واش حنا كنعرفوا شي ليميت ديال مثلا ليميت اكس كتكون واحد السينوس شي قاعده السينوس؟ ما كنعرفوهاش، ما كايناش. واش كاينه شي قاعده ديال اكس كتكون جوج السينوس شي حاجه ولا شي حاجه؟ ولا ما كايناش ليميت واحده اللي كنعرفوها هي هادي او لا هادي صافي. وهاد ليميت بجوج بهم كيكونوا في الزيرو. اذا شنو نعدلو؟ نعدلو مشكله هادي، شنو نعدلو؟ يلا دابا انت ما عندك اكس كتكون واحد، غتجي تخدم لي ديك القاعده خطا. علاش اخرى كتكون الزيرو؟ واش غنخدمو شي طريقه اخرى مثلا تشوفوا شي قاعده اللي حنا محافظينهاش ولا نسيناها؟ ما كايناش. واذا شنو نعدلو؟ فكر معايا مزيان. يا الله شنو غادي نعدلو هنايا؟ غادي يجي الدور ديال شونجومون دو فاريابل. شونجومون دو فاريابل هو تغيير المتغير، وهو العقدة الجامد. بزاف ديال التلاميذ كيتشكاو مع التغيير المتغير، العقدة منه كيترعدو. غير كتقولو شونجومون دو فاريابل تغيير المتغير يبقى يترعد بوحديتو. علاش؟ ما كيفهمش منين يبدا. الروين الجخميطة كيقولك استاذ انا قولي اي حاجة الا شونجومون دو فاريابل، مصدرش هذا التغيير المتغير مصدرش هذا. مزيان. اذا فهاد الحصه ان شاء الله هاد المشكل هذا ما يبقاش، النسمه شونجمون دو فاريابل تغير المتغير ما يبقاش عندك فيه المشكل. ركز معايا مزيان وعطيني عقلك دابا. انت غير عطيني عقلك، ما تبقاش تقول لي لا وراه هادشي هذا صعيب عمري لا فهمت. دابا هي هضره خاويه ولا هضره سهله نقولوها، ولكن الصعيبه هي نفكروا ونركزوا. ركز معايا مزيان. قلنا شنو قلنا قبيلات؟ قلنا شوف هاد القاعدة هادي ما نطبقوهاش. علاش؟ حيت هادي بالزيرو، حنا عندنا في واحد، ما عندناش شي قاعدة في الواحد السينوس. إذا هاد المشكل هذا غادي يفكو لنا التغيير المتغير. أنا نملك هنا، ركز معايا مزيان الله يبارك. شوف التغيير المتغير هاهو تغيير المتغير أولا شونجمون دو فاريابل. صافي باش مابقاوش كل ساعة نكتبو شونجمون دو فاريابل تغيير المتغير. هادي كنشرح كيما تغيير المتغير هو غير السميه ديالو يعطيك الخبر. انت عندك متغير ديالك دابا اكس كيتسمى فاريابل متغير، كيقول لك تغيير المتغير، يعني كيكون عندنا واحد المتغير مثلا سميتو اكس وغنغيروه بواحد المتغير اخر. يعني بحال هذاك المتغير ديالنا اكس غنبدلوه بواحد المتغير اخر اللي اش نسميوه. كاين اللي كيسميه تي، كاين اللي كيسميه اكس كبيره، كاين اللي كيسميه ايغريك، كاين اللي كيسميه زد. يعني هادو كامل متغيرات فاريابل. حنايا اكس ديالنا اللي هو متغير غادي نبدلوه، يعني غادي نغيروه بواحد المتغير اخر. وشنو غنسميوه؟ كاين اللي كيسميه تي، كاين اللي كيسميه اكس، سميه كيف ما يعجبك، المهم عطيلو شي حرف اخر من غير هاد اكس. هادي واضح. انا كيعجبني نسمي تي. علاش كيعجبني نسمي تي؟ حيتاش اكس والتي كاين بيناتهم واحد الاختلاف. دابا التلميذ ملي كتعطي له اكس عنده في التمرين اكس وكتسمي له غرون اكس، كيبداو يتخربقوا له، كيقول لك دابا هاد اكس واش هذه الاولانيه ولا الثانيه؟ كذا الروينه والجخميطه. اذا انا شنو كيعجبني؟ كيعجبني نستخدم التي. علاش؟ باش كيبان لك باللي اكس هذاك هو المتغير الاولاني والتي هو المتغير الثاني. هذه واضحه ياك؟ مزيان. اذا اسيدي حنا اخترنا المتغير ديالنا هو التي، واضح؟ المتغير اللي غنخدمو بيه دابا حنايا هو الدوم. الاحسن تبقاو تخدمو نتوما بالدي باش ما تساوهمش. واخا دابا نسى عليا هادشي هذا كامل، انا غنطرح لك سؤال واحد، سؤال واحد الا جاوبت عليه صافي ما غنزيدش نخاف عليك في التغيير المتغير. اما الا ما عرفتيش تجاوب عليه ديك الساعه مشكله.
في حالة انا ما عرفتش تجاوب عليه خصك ملي انا نجاوب عليه تفهمني. شوف نطرح لك سؤال واحد لا تليت له، شكون هو التعبير؟ احنا خصنا الزير ياك، نطرح لك واحد السؤال، شكون هو التعبير اللي غنزلو فهاد البلاصه هادي ياك، بحيث هذا التعبير هذا يعني هاد ليكسبريسيون هذا اللي غنكتبو انا فهاد البلاصه خصو يكون فيه اكس. صافي دابا انا كنطلب منك كنقول لك شكون هو التعبير ولا هاد ليكسبريسيون اللي غادي نكتبو فهاد البلاصه هادي ويكون فيه اكس ياك، ويكون فيه اش اكس بحال اش التعبير، مثلا اكس زائد واحد، اكس ناقص 3، اكس زائد 7، يعني شكون هو التعبير اللي غنزلو هنايا ويكون فيه اكس بشرط، بشرط اش هو؟ ملي نعوض اكس بالزيرو النتيجه اللي خصها تخرج لي هنا كامله هي زيرو، عفوا ماشي بالزيرو، حنا اكس زائد اكس اون لواحد، يعني ملي غادي نعوضو بواحد صافي، يعني ملي غادي نعوض ديك اكس في هذا التعبير بالواحد النتيجه اللي خصها تساوي لي هي الزيرو. واضحه ولا ما واضحاش؟ هاو دابا تزيدوا تاكدوا، دابا نتوما في الاول راه بانت الفكره. السؤال دابا اللي غنطرحو لك دائما، انت خصك تسمي صغير متغير ياك، مزيان غتبدا لي تيكا تساوي، عطرح على راسك سؤال واحد، سؤال واحد، شكون هو التعبير اللي غادي يكون كيحتوي على اكس، يعني يكون فيه اكس مثلا اكس زائد 7 او لا اكس زائد 1 او لا اكس ناقص 3، المهم انت عطيني شي تعبير من عندك، بحيث ملي هاد اكس اللي غتكون هنايا نعوضها مثلا بهاد اكس، دابا اكس ديالي فيك تقول الواحد، اذا ملي غادي نعوض ديك التعبير بواحد خاص القيمه اللي تخرج زيرو، بحال هيدا ديك المثال، مثلا جا شي واحد السؤال اللي طرحتي راسك قلت شكون هو التعبير اللي غادي يكون فيه اكس ياك، مزيان جا شي واحد قال لك استاذ غادي نوضع انا اكس التي هي اكس زائد واحد، عشان السؤال الاولاني قلت لك شكون هو التعبير اللي فيه اكس، قلت لي هو هذا، والشرط الثاني شنو هو؟ ملي غادي تعوض اكس بهاد القيمه اللي كتقول لي لا هي واحد النتيجه شحال خاصها تساوي لك هنايا زيرو. دابا الا جينا نعوضوا هاد اكس بالواحد شحال غتعطيك؟ واحد زائد واحد هي جوج ياك، ولكن انا شنو كنقول لك خصني تكون كتساوي زيرو، اذا واش التعبير اللي عطيتيني اكس زائد واحد صحيح؟ خطا. جا تلميذ اخر قال لك استاذ انا عرفته، عرفتي شكون هو التعبير؟ التعبير غادي يكون هذا مطور، التعبير غادي يكون هو اكس ناقص جوج، واخا عطاني التعبير مزيان، واش احترمنا الشرط الثاني؟ الشرط الاولاني هو التعبير يكون فيه اكس، والشرط الثاني ملي نعوضو اكس بواحد خصو هادشي هذا يساوي لنا زيرو، الا مشينا عوضنا له هنايا اكس بواحد عطينا واحد ناقص جوج، واحد ناقص جوج هي ناقص واحد، اذا حنا خصنا زيرو هو عطانا ناقص، اذا هادي خطا. واش التعبير هذا صحيح؟ لا، اذا خطا ما عندنا من هاد اللوبي، اذا الجواب ديالهم خطا. اجي تلميذ اخر غادي يقول لك شوف ساهل علاش تحمق راسك، غادي يقول لك هي شحال هنايا واحد، غادي يقول لك هي اكس ناقص واحد صافي، علاش؟ باش هذا ملي غتطيلو واحد مع ناقص واحد زيرو، يا الامور بخير. شي تعبير كان بسيط، مثلا كنا خدامين في شي تمرين، نعطيكم مثلا شي تمرين شي متر اخر، مثلا كنا خدامين في اكس مثلا بمتر اخر كتقولنا 3، عطيني شي تعبير اللي غادي يكون فيه اكس، بحيث ملي غادي نعوض اكس بهاد 3 هادشي هذا خصو يساوي زيرو، شكون هو؟ ساهلة جدا، شكون غتكون؟ هي اكس ناقص ديك 3، حيت ملي غتعوض هاد 3 بناقص 3 زيرو. دابا كنظن واقيلا راكم فهمتوها، ديما شنو كنعملو في التغيير المتغير في هاد الحالة هادي كنعملو اكس ناقص ديك اكس اللي كتقول لي له، علاش؟ باش ملي كنعوضو كتساوي لنا زيرو، هادي النقطة الأولانية، دي النقطة الأولى، إذا هادشي هذا كان غير كشرح. إذا لاحظ معايا، كان عندنا المصغر ديالنا هو اكس، باش بدلناه بالتي، إذا هادي هي الخطوة الأولى، مزيان، غندوزو الخطوة الثانية، الخطوة الثانية شنو غادي نعدلو؟ لاحظ معايا مزيان نعملو بلون آخر، أنت عندك اكس ديالك، فين كتقول هاد اكس؟ فين كتقول؟ كتقول واحد، إذا تي فين غيرجع كيقول دابا؟ فين غيرجع كيقول؟ فاش؟ إلا عوضنا هنايا اكس بواحد غادي يعطيك واحد ناقص واحد زيرو، إذا تي غادي يرجع كيقول الزيرو، هادي الحاجة تاع
ثانيه الحاجه اللي مهمه، اذا حنايا غنحتاجو هذه كحاجه اساسيه. منين كيجيو هاد التيكس اون زيرو؟ كنمشي وكنعوض ياك انت عندك اكس كتساوي واحد، يعني كتكون واحد كتعوضي اكس بواحد، اذا واحد ناقص واحد زيرو. تخيل معنا كان عندك اكس كتكون 3 وانت عندك اكس ناقص 3، كتعوض اكس ب 3، 3 ناقص 3 زيرو. هادي واضح، ما عندكش مشكل فيها. هادي شوف الخطوه الاولانيه، كتوضع تي كتساوي داك المتغير، يعني تحاول تقلب لي واحد التعبير اللي غادي يكون فيه اكس، وملي غادي نعوضو اكس بديك القيمه اللي عندنا حنا كتقول لي لا خصو يساوينا زيرو. قلت لي سيدي هو اكس ناقص واحد، اذا ملي كتعوض بواحد كتعطيك زيرو. مزيان. الخطوه الثانيه، انت عندك اكس كتكون واحد، تي ديالك فيها رجع كيقول غنمشي له التعبير هذا تعوض لي اكس بالواحد، اذا واحد ناقص واحد زيرو. هذه الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه، الخطوه الثالثه شنو يعني نعملو في الخطوه الثالثه؟ نعملو واحد اللون اخر. الخطوه الثالثه، انت عندك تي بدلاله اكس، هذيك تما تي بدلاله اكس، دابا تملي العكس تعطيني اكس بدلاله تي، يعني تحاول تخرج لي اكس بدلاله تي. شنو غادي تعمل باش تخرج اكس بوحديتها بلا تي؟ يعني دابا هنا عندنا تي كيساوي اكس ناقص واحد، دابا سيدي خلي لي اكس بوحده ما تخليليش تي. شنو نعملو؟ عنديو هاد ناقص واحد من الطرف اخر، الا مشات من الطرف اخر شكون حال كترجع ناقص واحد كترجع زائد واحد، اذا غترجع لي واحد زائد تي. هذه الخطوه الاخرانيه، حنا كندوزو لثلاثه المراحل. المرحله الاولانيه وحتى هي غادي نحتاجوها، ردوا بال معايا حتى هي غادي نحتاجوها. اذا حنا شحال كندوزو من التغيير المتغير؟ كندوزو لثلاثه الخطوات، صافي ثلاثه الخطوات. الخطوه الاولانيه كنوضعو داك التي اللي هو المتغير ديالنا، وكنقولو شكون هو التعبير اللي غادي نزلوه، وملي غادي نعوضو اكس بواحد اولا شني ما كان عندك هنايا خصو يساوي لي زيرو. انت عندك واحد اتمن اكس ناقص واحد، كان عندك 3 اتمن اكس ناقص 3، كان عندك 100 اتمن اكس ناقص 100، حتى شي الا جيت عوضتي اكس ب 100 عطيك 100 ناقص 100 زيرو. هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه كدوز عندك اكس كتقول والتي كتقول، انت عندك في التمرين اكس كتقول واحد ها كتب هنايا، اذا انت في كتقول كترجع لهاد التعبير هذا كتعوض اكس بالواحد، كان عندك 3 تعوض اكس ب 3، اذا حنا عندنا واحد واحد ناقص واحد زيرو. مزيان. الخطوه الثالثه غتخلي لي اكس بوحديتها، اذا هاد العدد هذا دير الطرف اخر تبدلو الاشاره ترجع لك واحد زائد تي. صافي، هذا دابا حنا سالينا من التغير المتغير، هذه هي الخطوه اللي صعيبه، هي هذه دابا اللي كنا كنعدلوها. اما هادشي اللي ما جي دابا هادشي هذا ساهل، وتما كيما شفتو يعني ماشي زعما شي حاجه صعيبه بزاف. انا نكتبو هادي، هادشي هذا حنا سالينا منه، الامور بسيطه ياك. دابا ركز معايا، دابا رجع معايا للتمرين، رجع معايا للتمرين وفتح ودنك مزيان. شنو غادي ندير؟ غادي نشرب واحد الشربه. بسم الله، يلا ركز ركز الله يرضى عليك ركز. انا رجع لليمين، دابا حنا ما بقاوش خدامين باكس، باش عمداو خدامين بالتي، اذا تي كتقول صافي. قبيلتي كنا خدامين باكس، حنا علاش عملنا التغيير المتغير؟ باش ما بقاوش خدامين باكس، باش نرجعو خدامين بالتي. في القبيل كان عندنا المتغير هو اكس، دابا ملي عملنا تغيير متغير غادي يرجع لنا المتغير ديالنا هو تي. اذا ليميت ديال تي كتقول، قلنا في تي في كتقول من الزيرو، اذا غادي نجيو غادي نعمل هنايا تي كتقول من الزيرو. انا عملت لكم لون مغاير، انا نعمل لكم لون مغاير كاع. تي كتقول من الزيرو، هذه اول خطوه، ديما كنبدلو داك المتغير وفي كيقول. مزيان. الخطوه الثانيه شنو غادي نعملو؟ صحوا هادي شوف شوية علينا. الخطوة الثانية شنو نعملو؟ فيما شفنا عقاب، شوف شوف فيما شفنا هاد إكس باش نبدلوها بواحد زائد تي، فيما شفنا إكس باش نبدلوها بواحد زائد تي. يعني حنا في هاد الخطوة هادي ولا في هاد السطر هذا، النسمة ديال إكس مخصهاش تبقى، مخصهاش نبقاو نخليو إكس، يعني داكشي كامل هاد الإكسات اللي عندنا كاملين خصو يتبدلو بالتي. إذا غادي نجي غادي نعمل هي سينيس ديال بي، وهاد اكس باش نبدلها حسب شنو قلنا هي واحد زائد تي. اذا غادي نجي غادي نعمل سيدي الاقواس هنا وغادي نبدلها بواحد زائد تي. انا ما عملت والو، انا غير ديك اكس بدلتها بواحد زائد تي، هي كتبان لكم. مزيان. انا ود نتاحس اكس ناقص تي شحال كتساوي؟ ها هي هاي اكس ناقص واحد شحال كتساوي؟ كتساوي هي تي. اذا غادي نجي نتاحس
وغادي نبدل هاد اكس ناقص واحد غادي نبدلها بالدي. هاي صافي صافي، ما عندنا شي حاجه زعما، ما عرفناش شنو كنا كنختارو، ولا اخترعنا الصوره خنايا، ما اخترعنا والو، الامور بسيطه. قلت لك اسيدي هنا تبدا ليميت اكس كتزود، دابا خدامين بالدي، اذا دي كتقول الزيرو هادي مشات موراها، هتجي لينا هاد اكس عتبدلها بواحد زائد دي. ها حنا بدلناها وعملي الاقوس لارتايك، وقلنا ان اكس ناقص واحد غادي تبدل بدي. هاي كل شيء عندك مكسوف هاد البلاصة، كل شيء نمسح هادي، مسح هادي، مش هاد صافي مش هادك صافي. اش كنقول لك انت هذا خصو غير تركز وتعاود المرة الاولى الثانية الثالثة وجيب الله التيسع. اذا دابا شنو غادي نعملو؟ دابا صافي سالينا التغيير المتغير، دابا غادي نخدمو الخدمة ديالنا عادية. اذا بدي كتقول الزيرو سينيس ارى النشرة بي مضروبة في واحد هي بي، زائد بي مضروبة في تي هي بي تي، والتي هو المتغير بحال اكس وانت حس تي قبل. دابا لاحظ معايا، لاحظ معايا، هل الهدف ديالنا الرئيسي شكون هو؟ الهدف الرئيسي شكون؟ لازم نسمعوا عليه. شنو هو الهدف الرئيسي هاد التمر كامل والجخميطة كامل؟ شنو الهدف؟ هو ترجع لي يا سيدي هنايا، ترجع لي اكس كتكون الزيرو، هذا هو الهدف الرئيسي ديالنا. هادشي هذا كامل متغير متغير، لاحظتها ورجع شي هاي يرجع. اذا هذا هو اللي كان خصنا في الاول، ها حنا وصلنا ليه. راه سيدي نخدموا شويه في هذه، نشوفوا واش المعنى ديالها. شوف نذكركم بواحد القاعده اللي هي شكون هي السينوس ديال بي زائد الفا، نسميوها الفا. الفا اولا شي تعبير شي حاجه. اذا ملي كيكون عندك السينوس ديال بي زائد شي حاجه، عقد الى القاعده مهمه كنستخدموها بزاف، هادي قرينا في السانكيم وقرينا في السيزيام. ملي كيكون عندك السينوس ديال بي عقل بي زائد شي حاجه، شي حاجه اللي حنا نسميو الفا، حسب القاعده هادي كتساوي لك سيدي ناقص سينوس ديالاش ديال ديك الحاجه اللي حنا سميناها الفا. قال ملي كيكون عندك السينوس ديال بي زائد شي حاجه، هادي اش كتساوي؟ ناقص السينوس ديال ديك الحاجه. بحالاش؟ بحال مثلا سينوس ديال بي زائد عشرين مثلا، هي السينوس، هي عفوا ناقص سينوس شكون ديك الفا؟ بي زائد ديك الحاجة، بي زائد ديك الحاجة هي عشرين، إذن هي ناقص سينوس عشرين. سينوس دي بي زائد مثلا إكس أس اتنان مثلا، حسب القاعدة اش كتقول لك؟ ناقص سينوس شكون مع ديك بي؟ هي هادي، اذا نعكسها هنايا، هي اللي كتمثل لي الفا. اذا سينوس دي بي زائد ديك الحاجه اللي معاها كتساوي لك ناقص سينوس ديال ديك الحاجه اللي معاها، هادي واضحه ما عندك فين تبدا. اذا هاد القاعده هادي حنا ما نحتاجوش الدرس ديال الحساب المثلثي كامل، حنا نحتاجو غير هاد القاعده هادي، حاول تحفظها لي الله يرضى عليك صافي. حتى هادي كنستخدموها بزاف في التغيير المتغير. اذا شنو غنرجع هادي؟ غادي ترجع هي ليميت دي كتكون زيرو، قلنا البركة كاملة فوق شحال ترجع؟ ناقص سينيس ديال شكون هي دابا ديك الفا؟ يلا ركز معايا، شكون هي ديك الفا؟ يلا نعرفكم شكون هاد الفا، هابي هي هادي ياك، والفا هي هادي شي. اذا الفا ديالي هي بي دي، وبالنسبه لبي هي هذه. اذا ديك بي شنو غادي يوقع لها؟ غادي تمشي حسب القاعده، وشنو كتبقى لي؟ ديك الحاجه اللي مع بي، شكون ديك الحاجه اللي مع بي؟ هي بي دي. اذا نرجع ناقص حسب القاعده سينوس، ها السينوس ديال ديك الحاجه اللي كانت مع بي اللي هي بي دي، على من؟ على دي. ها رضا، دابا الامور واضحه، هاي دابا الامور ديسك سبان. دابا سيدي ركز معايا، انا نعاود نعطيك التذكير، انا نعطيك التذكير، ركز بالك بغار طايني هاد القاعدة هادي، انا نكتب بالك بغار طايني هاد القاعدة. اش كتقول لك؟ تقول لك اسيدي ليميت، شوف ليميت ديال اكس كتكون زير سينوس ديال مي ديال ا اكس على مي على اكس شحال كتساوي؟ هادي كتساوي هي ا. اذا عندك اكس كتكون زيرو ياك، حنايا عندنا تي كتكون زيرو بحال بحال، ماشي مشكل. زيد عندك اكس هنايا، ها تي، غير هما عندهم اكس حنا عندنا تي، هاد ناقص ماشي مشكل، غادي نخليوه ديك الساعه نرجعوا له.
الاكس ما تخلعكم الناقص ما تخلعكمش خلويه الاخراني زيد شنو عندنا اخر شنو عندنا اخر عندهم هنا السينوس دي ا اكس يعني اكس ديالنا قلنا هي التي في التمرين و ا ديالنا شكون هي هي بي صافي اذا هذه اش كتساوي ناقص كتبقى هنايا وهاد ليميت كامله قلنا ا هي بي يعني هما المتغير ديالهم عندهم اكس شكون اللي مضروب فيه ا اذا ليميت ديالهم كتساوي ا حنا المتغير ديالنا هو تي شكون اللي مضروب فيه بي اذا هاد النهايه كامله غادي تساوي بي ناقص ناقص وهاد النهايه كامله غتساوي بي هما عندهم اكس حنايا عندنا تي يعني الا بدل لكم هادي باكس وهادي باكس غترجع كتبان لكم بلي ا هي بي يا قيسا صافي نمسح هاد الشيء هذا من هنايا باش ما يبقاش كيبان ديك الشيء مرون صافي نرجع اذا شنو كنلاحظ كنلاحظ ان هاد النهايه هادي شحال كتساوي هادي كتساوي ناقص بي ارانا نعملو واحد المراجعه على هادي بالزربه شوف التمرين ديالنا شنو كيقول كيقول اسيدي حدد القيمه ديالكم خلينا من هذا نحدد القيمه راه نهضروا حنا الى تغيير متغير اول حاجه الشباب باش نحسب هذه ما يمكنليش نخدم القاعده نيشان حيت انا في القاعده ديالي عندي اكس كتكون الزيرو كيف ما كتعرف ياك حنايا هنايا عندنا اكس كتكون الواحد اذا شكون اللي عيفوقنا هو تغيير متغير ولا شنو شمو متغير اول سؤال كنطرح على راسي كنوضع تي كتساوي كنقول شكون هو هذا التعبير اللي غادي ننزلو هنايا بحد اللي غنعوض اكس بهذا العدد ستساوي زيرو اذا هنا عندي واحد اذا انا من اكس ناقص واحد هذه الخطوه الاولى كانت عندي 3 من اكس ناقص 3 الخطوه الثانيه عندي اكس ديالي فيه كتكون من واحد اذا تي فيها رجع كتكون غادي نمشي نعوض اكس انا دابا هذا واحد كانت 3 نمشي نعوض اكس ب 3 اذا واحد ناقص واحد هي زيرو اذا تي ترجع كتكون زيرو الخطوه الثانيه الخطوه الثالثه غتحاول تخرج لي اكس بداله لستي يعني هاد ناقص واحد غتديها لطرف اخر شحال تبدل الاشاره ترجع لك اكس كتساوي واحد زائد تي تسد الخطوات اللي كنمر منها دابا غادي نجي هنا وغادي نعاود كل حاجه بالقيمه ديالها اذا هنا عندي اكس كتكون واحد غادي تبدل بالتي كتكون الزيرو حتى هنايا اكس ديالنا كان هو المتغير دابا رجعنا المتغير هو تي وهنايا اكس ديالنا كيكون واحد رجع لي تي ديالنا كيكون الزيرو هذه الخطوه الاولى الخطوه الثانيه هاد اكس غادي نبدلها واحد زائد تي يعني غادي هنايا وغادي نبدلها واحد زائد اللي واقع اكس ناقص واحد شكون هي هاي اكس ناقص واحد قلنا هي مزيان لان حنا بدلنا اكس ناقص واحد بتي قلنا الهدف ديالنا ما يبقى لناش في التعبير هنايا عفوا هاد التعبير هذا ما يبقاش فيه اكس خصنا نزولوا هاد اكس يعني نرجعوا بتي الا لاحظتوا معايا التعبير راه ما بقاش فيه اكس شو ما فيش اكس مزيان دابا تجي مرحله ديال النشر دابا قلت لنا شنو جمود باغيه وتغيير متغير سالينا منه ما بقاش عندنا مشكل صح ندوزو دابا للحساب قلنا هاد بي كتضرب في واحد كتضرب في تي صافي ارا نبسطو هادي كاين واحد القاعده العامية فاش قالت لك سينوس دي بي زائد شي حاجه كتساوي هي ناقص سينوس ديال ديك الحاجه اذا انا عندي سينوس دي بي زائد شكون ديك الحاجه هي بي تي هي هادي ياك هادي هي بي تي اذا شنو غتبقى لي ناقص سينوس ديال بي هادي واضح مزيان حنا قلنا لكم ان ليميت ديال زيرو سينوس دي ا هذا هو ا في اكس على اكس حنا عندنا تي اذا ا اكس على اكس هذه كتساوي قلنا هي داك ا ديالنا هو بي ها هي وناقص هاي صافي اذا هاد ليميت هادي شحال كتساوي ناقص بي اذا دابا الى رجعتوا معايا المثال هادي نسميوها مثلا الفا او نسميوها هادي مثلا ايتو كما كنا كنعملو في التمارين التقليديه شوية ممكن يجرى مرة تشي بحر إذن هادي شحال جبرناها يلا حسبناها هاد دابا شحال هي ناقص بي وهادي شحال شحال هادي هادي هي ان شي مطا وهنا في الاول سموها هي ان اذا غادي نجي غادي نقولها هي اذا شحال تكون ام ام تكون كتساوي لي ناقص بي صافي الامور هنا واضح اذا نران نزوقو قالك زواق باش تسبيع إذا غادي نقول حسب نجمة أو حسب إطوال نقول حسب نجمة أو لا دابخي إطوال
فيديو الا ما فهمتيش عاودو المره الاولى والمره الثانيه، انت ما خسر والو. الفقره هذه مهمه بزاف، ديما عندك كتشكل لك عقده ياك، وما فيها باش تعاود. انا راه مديطي لك شرح لك هادشي هذا مزيان. عاودو المره الاولى والمره الثانيه وديك الشيء غادي يترسخ لك في العقده ديالك. اذا شنو عندنا؟ عندنا ليميت ديال اكس كتقول من واحد اف دو اكس، قلنا كتساوي اف دو واحد. بالنسبه لهذه حسبناها قلنا هي ناقص بي، وبالنسبه لهذه هي إيه. اذا ام كتساوي ناقص بي. اذا باش تكون الداله متصله واحد خاصها تكون ديك ام كتساوي ناقص بي، صافي. اذا بالنسبه لهاد الشونجمون دو فاريبل، هاد التغيير المتغير، حنا خدمنا في واحد المثال، وديجا خدمت معكم واحد المثال القيمه المطلقه. يعني كاين شي تمارين اللي كيبان لكم يعني قليل في كيستخدموا، حتى هذوك استخدمناهم. ماشي الا دخلتي الامتحان وجبرتي القيمه المطلقه كتكون خادمه، دخلتي الامتحان وجبرتي تغيير المتغير كتكون خادمه، دخلتي الامتحان وجبرتي القواعد شي نهايه فيها السينوس او الكوسينوس او الطونجون كتكون انت خادم داكشي. دخلنا في سلسله التمارين ما فلتنا حتى شي حاجه، يعني تقريبا داكشي كامل خدمنا جميع الحالات. المهم ماشي كلشي، ولكن المهم يعني اللي مهم والحاجات اللي كيتخدموا مره مره حتى هذوك ركزنا عليهم، وباقي تمارين اخر صافي. اذا في التمرين اللي ماجي ان شاء الله غادي نعطيكم تمرين اخر بحال بحال بحال، غير غادي يكون في حاليا، حاولوا تخدموا في الدار صافي. بحال هذا نفسه ليميت اكس كيقول 3 سينوس ديال بي اكس على اكس ناقص 3، هادي غادي نقول لك حسبه صافي. هادي غادي نقول لك حسبه. اذا التمرين اللي ما جاي غتحاولوا تخرجوا لي هاد النهايه هادي بهاد الطريقه هادي. دابا انت عندك 3، حنا شنو خصو يكون عندنا؟ زيرو. يلا مشيو ضع لي تي شكون هو، اعملي اكس كتساوي اذا تي كتساوي، ومورا خرج لك القيمه ديال اكس، ومورا مشي عوض كما عملنا في هاد المثال ديالنا صافي. يلا كنتمنى يكون الشباب يكون هادشي هذا واضح ومفهوم، ونشوفكم فيديو قادم ان شاء الله.